من غير بروتوكول ما خلينا. سينو الدورة 44 للمهرجان الوطني لمسرح الهويت بقرب سعدين، لو كنت عطينا فكرة على المهرجان هذايا. هو الحقيقة نسمع عليه الناس الكل خاصة في الكابون، كما نسمع زيد على فيفاك، نسمع على مهرجان الهويت بقرب، فما قيمة كبيرة يعطيها المسرح هذايا للهويت للشباب باش ينجموا يبدعوا. دونك عطينا فكرة على المهرجان. إذا هو مهرجان ذات خصوصية، معناها يختلف تمام الاختلاف على المهرجانات الصيفية. وهذا اللي في تدخلنا في الاجتماع في المندوبية أمام الجمعيات الكل، فما خلط كبير بين المهرجانات الصيفية والمهرجانات اللي ذات خصوصية اللي هي قليلة أربعة تقريبا. قليبيا هو السينما بقليبيا قربة للمسرح والحمامات وكارتاج طبعا. هذه المهرجان هذا شأنه في شأن بيداغوجي يعلم الممارس اللي باش يمارس فن المسرح يلزمه عنده آليات وعنده أدوات باش يمارس الفن هذايا. نحن مهرجاننا من أول من أصل الدنيا يقوم بتربصات في فن الممثل، في السينوغرافي، في الإخراج، في تحليل النص، في الكتابة. ونستدعاه من معناها أهم الوجوه المعروفة في البلاد، وساعات نجيبه من خارج البلاد باش يضمنوا التربصات هذه. من 44 سنة التالي كيفاش كانت انطلاقة المهرجان؟ سيسيو عندكم فكرة على التاريخية متاعه؟ طبعا هو انطلق من تقريبا من عام 73 تقريبا. وكان معناها تحت إشراف الوزارة، كانت الوزارة تبعث وفد وتبعث معناها الأمور اللوجستية الكل ويجيوا يحضروا ومعناها وكانت أجواء رائعة جدا. إلا أنه في عام تقريبا 89 كان 90-89 وقع اختيار كون هل المهرجان هذايا يولي جمعية. كيف ولا جمعية؟ يولي قائم بذاته معناه. يولي قائم بذاته، الوزارة معناها رفعت يدها. وهو شأن وطني حسب رأيي، ودعوة للسيد الوزير إن شاء الله يرجعوا هنا وطني ودولي ولما لا. علاش يرجعوه للوزارة؟ لأنه كبرت عليكم المسؤولية مثلا؟ والله لا، أصل ال هك تشوف توا مثلا باش تعمل إقامة برا في دار الشباب نلقى فما بعض الصعوبات. والحقيقة وكل مهرجان يتعدى بصعوبات حتى كان يرجع للوزارة، ولكن نجم نجوزوها صعوبات هذية. بالنسبة للمهرجان هوني ساعدنين قلت لي نعمل فيه ورشات كل مرة، كتابة، إخراج، تمثيل. الورشات هذو شكون يقوم عليهم من أعضاء من الجمعية وإلا كل مرة تستدعى؟ أساتذة مختصين، أساتذة مختصين، سي رضا بقديدة، سي فتح العكاري، سي سامي النصري، كلهم أسماء معروفة. وجبنا الدكتور جيف من العراق وجبنا برشا دكاترة معروفين معناها في المجال هذايا، هم اللي يأمنوا هالتربصات وناس عندهم في معناها اختصاصهم. فوالا سي فوزي زاد عضو الجمعيه، وانت يظهر لي مسرحي زاد بالاساس ولا مهتم بشان المسرح. شفناك تاثر في الاطفال قبل هكا ولا؟ فوالا الاطفال عندهم بلاصتهم في المهرجان الوطني لمسرح الهويت بقليبيا والا حكر على الشباب؟ سامحني قربه. الاطفال في مهرجان قربه قبل كانوا حتى كيف يتوجدوا يتوجدوا على الهامش معناها كمسرح معناها كذا، ما خدت تظاهره هي خنصال ان أنا قبل ما كنا خطأ ولا سهوا قال 73 هي 64 من المهم هي دورة 44. أما كان ديما الدورة تعنى بمسرح الكهول الأكثرية، وساعات عارضا يتعدى معناها يعني وجودهم ماهوش رسمي الصغار ينجم يكونوا موجودين. الا عم ناول مع بعد ما كملنا مهرجان الكهول عملنا بشراكه مع مهرجان نابوليس ما صراحه قلنا وقتها علاش الطفل في قربه مش القرب يعني مش بالمعنى العشائري هذا الضيق اما بعلاقه بالاولياء وبعلاقه بالترونسبور وبالتعب وهي سلاح باش الولي باش يتحمل التعب باش يهز ولده النابل باش يتفرج في مسرحيه من بولونيا اللي هي تجي مره في الدرقاديه. قلنا نجم نقربوه المشهد هذا نقربوه للصغيرات، وعملنا مهرجان
الاخر زيدا بالفلوس اللي فضلت لنا تريف من في الكاسه وتمتع الصغيرات. وكنت انا زاد تجربه اخرى غير ان نخدم مع الصغيرات في مستوى مسرح الطفل, خدمنا افيك لي موان جون كنو بيان سور, وبو انا ما نعتبرش روحي كبير برشا لما هذا الشباب اللي تفرج يحكموا اي سي دو بروتوكول ساوسي. هو راهو الشباب مش مشكله في العمر, اي في القلب والروح والنفسيه والله العمر عنده دخل والفن, دونك هذيك هو اللي المهم انه فما عملنا حاولنا باش نبعثوا هيئه تنفيذيه شبابيه فيها دجان ديرهم اللي حضروا الأمة اللي حضروا المهرجان وحنا قاعدين نأطروا من بعيد. حبينا نعاودوا نفس التجربه السنه في الدوره 44 وبدينا عيطنا لهم الشباب هذه وقلنا لهم راهو كما انتم خذتوا التجربه هذه علاش ما تاخذوهاش في مسرح الكهول ولا في الدوره 44 معناها فينالمون وقتكم تو معناها هذا وقتكم كرمه. وبداوا يتصلوا يعملوا في اتصالاتهم كيف بداوا يتصلوا أول فكرة جي هي الإقامة, خطر أهنا هالإقامة دي حاجة تاريخية راهو قاعدة تمشي مع المهرجان عندها قداش. أنا تربيت في إقامة في قربة هي الإقامة حاجة ضرورية, ضيوف المهرجان لازم المهرجان هو اللي باش يوفر لهم الإقامة هذه. باش نرجعوا نحكيوا عليها بيان سور بالتفاصيل الكل, ولكن حبيت نعرف منك الصغيرات السنين باش يكون عندهم حظهم كيما عم ناول باش يزيد تكبر بلاصتهم في مهرجان الهويت بقربة وإلا لا؟ إن شاء الله اللي كان الكبار يوصلوا لهم الحظ تو. الاشكال راهو مطروحه كبار وصغار وبلاد وثقافه ومزرعه وإذا كبيره راهو بصراحه معناها فينا كلير دون سو بلاد معناها دون سو بي ما عادش فاهمين حتى شيء ولا بالحق. صعب بالمناسبه خلينا تذكرت سي ان بو تخو تار ان بو تار مي بو تار كو جامي. رئيس الجمعيه هو عند يتعدى بواكا صحيح, نتمنى له الشفاء نتمنى له الشفاء العاجل. وهو قيدوم وعميد مسرح العرائس في تونس من الناس اللي قراوا في المجر وقراوا برا في البي دو ليست وهما اللي من الناس اللي دخلوا الماريونات. وذاك علاش ممكن عملنا امتيرو تور اوناماج لوي باش عملنا مسرح الطفل هذا اللي بدينا فيه عملاون وان شاء الله نوصلوه السنه. اما فينا الماء بالنسبه ليا راهو بكل لطف اتوجه شخصيا الى السيد مدير دار الشباب بقربة باش نقول له يفضلك يعيشك. باهي باش نرجعوا له سي فوزي, اما ماذا بينا نزيدوا نفهموا المهرجان اكثر وناخذوا فكره على المهرجان اكثر. دونك نرجع معك سي عدنان, المهرجان في الدوره ال 44 نتاعو 43 سنه تعدي و 43 دوره تعديت, المهرجان شكون خرج من الاسماء المعروفه توا في المسرح والا اللي تعديوا من المسرح للسينما ولا تمثيل في المسلسلات؟ دونك الاسماء الكبيره اللي كانت حاضره في المهرجان هذايا تطول القائمه معناها اللي راهو فيهم على الساحة الوطنية الكل تقريبا مروا من قربة, من الفنان الكبير فاضل الجعايبي, لمين النهدي, الله يرحمه عفيف اللقاني, الله يرحمه حبيب شبيل, رجع عمار, الله يرحمه طبعا, القائمة تطول. دونك اسماء كبيرة كانت حاضرة في المهرجان هذا وخرجت من مهرجان الهويت للمسرح بقربة. بالنسبة للأسماء هذه اللي كانت موجودة معاكم تزور المهرجان في الدورات تستدعاهم يكونوا حاضرين معاكم تقوموا بندوات فكرية حلقات للنقاش وإلى لا؟ طبعا احنا أركان المهرجان هي التربوصات, عندك العروض مسابقة عروض في المسابقة طبعا الإدارة الفنية تختار 7 عروض من الملفات التي تقدم, يعني كل نهار يكون فما عرض مسرحي, كل نهار عرض مسرحي. إلى جانب المسابقة الرسمية يشفع كل عرض بنقاش حول العرض يدوم إلى ساعة متأخرة من الليل. من بعد الصباح تلقى تربصات فن الممثل اللي حكينا عليهم لأنه على الكل, فن الكتابة, فن السينوغرافيا, كل مرة نختاروا تربص اللي راهو فما نقص حسب التوصيات وحسب الواحد. إلى جانب ذلك فما الندوات الفكرية طبعا. الندوات الفكرية آخر ندوة أحضرها حمادي بن جاب الله كولا أستاذ جامعي طبعا معروف, سي حمادي معروف. إلى جانب سي
مش مشكله لو كان هرب الاسم لو كان تهرب الاسم. سينو بالنسبه للعروض ساعدين قلت انا فما 7 عروض تكون موجوده في المهرجان كل نهار تكون فما مسرحيه تتقدم لجمهور قربه للمهتمين بالمسرح. وين تتم العروض تحديدا؟ هي تتم في مسرح له الطرق بقربه لانه هالمسرح هذا بين قوسين لم يعد صالحا وفما تلوث سمعي كبير وكبير جدا. المدينه كبرت برشا جاي على طريق رئيسية قليبيا نابل معناها معدل السيارات معناها مرتفع جدا اللي تمر وما فماش حتى حاجز معناها صوت السيارة وال يوصل للمسرح ويأثر على العرض. صح. إلى جانب ذلك فما الصيف هذا في الصيف تكثر العروسات وتكثر الأفراح فما قاعة البلدية تكري معناها الأعراس حفلات للأعراس دار الشباب اللي هي من جهة الأخرى تكري وتولي أكل خماضة متاع صوت مزود على الصوت على صوت مسرحي على صوت كراهب على معناها تلوث سمعي. هذي صار لكم في الدورة متاع عمني ولا صار لكم مقلق من ناحية هذي؟ يصير في كل عام وهذا معناها مزعج للممثل هو هاوي للمتفرج زيد أي وللمتفرج طبعا فهمت. واحنا قدمنا حتى مذكرة للسيد المعتمد وللسيد رئيس البلدية وللسيد وفي الولاية وفي المندوبية الثقافة على هالشأن هذه الأسباب هذه الكل ماذا بينا كان نجموشي نعملوا حل حتى مش السنة أولى العام الجاي حتى على عبر خماسية عملونا مسرح طلق يليق بهالتظاهرة. بالنسبة للعروض ساعدين دونك في قربة فما إقبال على المهرجان هذي يجي ويحضروا بكثرة وإلا فما عزوف هكا نوعا ما؟ هو العزوف على المسرح وعلى الكتاب معنى حاجة الناس ولا تتحب الفرجة ضحك شي كلمة تضحك شي فهمتش حتى البعض أصدقاء شنو يسألوكم كيفاش تعديوا مسرحية يقولك ضحك شي هي يحب يضحك ويحب يتفرهد وكهو. أما هالناس اللي تبحث وتعمل في تجربة وتعمل في فن آخر معناها يحبوا يلتزموا بالقواعد وبرسالته المسرح معناها من نقد من رؤى مختلفة من كذا للأسف الجمهور عمال يبعد يمكن زاد الظروف اللي حكيت لك عليها التلوث السمعي هذا زاد شجي انت ما تتمتعش بالفرجه والممثل ما ينجمش يبلغ حتى اللوجستيك معناها صنو يعني ماهيش ظروف نتاع مهرجان ماهيش ظروف نتاع مهرجان جمله. بالنسبه للعروض هوني معك سي فوزي كيفاش يتم اختيار العروض وهما يقدموا ترشحات كيفاش تختاروا العروض المسرحيه اللي باش تشارك ويتم احنا كما خدمنا قبل نخدموا على الفيزيوناج معناها نورمالمون تو بالظروف التقنيه الحديثه هذه نطلبوا سي دي ونتفرجوا فيه نناقشوا مع بعضنا باش نختاروا العروض معناها المناسبه والعروض احسن العروض بالنسبه للزاماتور. واعتمدنا زاده في وقت من الاوقات التقييم اللي عملته الوزاره عن طريق لجنه الشرائط خاطر هي تبعث ناس باش يعاونوا يعينوا عمل باش يشوفوه يتسوق ولا ما يتسوقش وقبل ما يسوقوه يعطيوه الفالور قيمه حسن جدا حسن درشوة كذا بون احنا مشينا فيها التقييم هذا على اساس ناخذوا احسن حسن جدا. لي كريتير نتاعكم انتم شنو المطلوب من مسرحي هاوي شنو لازم العمل نتاعو يكون فيه باش ينجم يقدموا في مهرجان الوطني المسرح الهويت بقربه؟ ما انا بالنسبه لينا احنا شخصيا بالنسبه لكم انتم لي كريتير نتاعكم باش يتقدم احنا راهو بالنسبه لينا للمهرجان معناها بالنسبه لهيئه المهرجان فمش حاجه شخصيه اما في الاخر بكل احنا راهو عندنا كروزمون بين بعضنا عندنا ذائقه فنيه لمتنا مع بعضنا راهو مش متعتين في الشارع قلنا برا يعني ما فماش مثلا معين لازم يتخدم عليه ما فماش فكرة معينه الرؤيه الاخراجيه الصور الجميله هذه المقومات بتاع المسرح الكل معناها السينوغرافي هذا الكل يدخل في عين الاعتبار طبعا باش تقول هذا عمل يستاهل كونه يتواجد في المسابقه ولا لا ويلزم يكون ملتصق المسرح بطبيعته بالانسان معناها بالانسان اللي جاي يتفرج يلتصق به معناها من حيث مأسات ولا حتى ملهيات وخير ملهيات مش مشكله راهو هنا الخلط قاعد يصير هنا مثلا احنا في المهرجان قاعدين نعرضوا في المسرحيات في الهواء طلق اليوم ديما نقول
نقولها انا مالوريزمون العقليه اللي موجوده عند الشباب توا لا فاسيليتي بيان سور. انا البارح مثلا ولو حديث جبد حديث شفت ديجون قاعدين على الطاوله مش يلعبوا في الرمي، معنا في عمرنا كنا نلعبوا رمي وكارت ودرشون، حاطين بورتابل في بيناتهم يلعبوا في لودو كينغ وانا نعرف شنو يلعبوا فيه. اما تحس واحد ينزل والاخر ينزل والاخر ينزل معناها سي تيلمون سك سك اي سيش سي ولات حياه اخرى ولات عقليه اخرى. الشبيبه هذه راهو هي من حقها بس توجد في عصر انا ما نعرفوش ولا بلكش الوقت قاعد يزرب اكثر وانا بلكش ما نجمش نواكب، خطايا ثقيله، مخي ثقيل، فكر ثقيل، بوتيتر سا مي زاده ما يلزموش هو يتصور كي يتعدى قدام مسرح يسعد ومزود. معناها توا كي يدخل لي جون باتو لي جون بيان سور خاطر انا عندي صغار يعيشوا معايا في العائله نتاعي، ما نتصورش انهم من النوع اللي نحكي عليه انا. اما فما احنا عرضونا معناها في المسرح الناس يدخلوا للمسرح على يدخل بقرطاس قلوب وبالجلاس داير لهم تطرح الموضوع هذايا في البلديه في جلسه مع الاخرين في البلديه، وفما شكون من الناس اللي في عمري انا مازال نقول لك عاش فيه برا جيلات في يده ويتفرهيده هي هذايا لمحاله فريده مش معنا احنا تحطها اللجنه يحطها المهرجان هكا ديسبلين معين لازم يكون موجود. سينو سي عادين حبيت نسالك، سبع عروض مش شويه على المهرجان، نتصور فما عديد الطلبات تحب تشارك تحب تقدم تحب توري الاعمال نتاعها، يجيكم طلبات اكثر من سبع عروض نتصور نسمحوا اكثر. راه في مقابل مع سيد وزير الثقافة معناها وريته الجرد بتاع الميزانية 70% تقريبا ماشي للإقامة وللإعاشة و 25 ولا ما فماش ماشي للأمور الفنية. أنت 50,000 دينار ولا 60,000 دينار إذا تقريبا هذا هو أنا من المال هذا هو معناها ما تتجاوز 65,000 دينار في كي الميزانية بتاع المهرجان منين؟ طبعا الوزارة منحة الوزارة قديش منحة الوزارة؟ منحة الوزارة عملناها والسيد الوزير ضعفها كانت 20 ولا 40. منحة البلدية مشكورة عملناها 16,000 دينار 16,500 دينار. منحة السنة ولا مازالت ما وصلتش مازال يدرسوا فيها ومنحة الولاية والمندوبية تقدم لك حسب المشروع تقريبا بين 5,000 و10,000. الولاية فما عائدات من العروض ولا لا؟ العائدات نوعية المهرجانات هذه ما هيش مهرجانات ربحية ولكن فما على الأقل فما نسبة ضعيفة حتى لو كان شوية فما بورسنتاج بالنسبة لنا راهو باش تعدي مهرجان تاع مسرح هاوي ما فيش يربح ماهوش باش تجيب اسماء معروفه تجيب لك الفلوس ولا باش ناس تجرب ناس تحب تتمكن من آلياتها الفن هذايا تجي للستاج تجي لكذا هو هذاك جوك الجو التجريبي الجو معناها نتاع نتعلموا فهمتش وباش كل واحد يجيك من تطاوين يروح متزود بسلاح يزيد يعني يمارس هوايته في افضل ظروف وكهو فوالا. مازلنا واصلين معكم في لافيستا حتى ل 11 نتاع الليل، مازالوا بحضينا سي عدنان عبيد امين ميل جمعيه مهرجان قربة الوطني لمسرح الهويت، معنا زاده سي فوزي بن حصيه عضو الهيئه المديره. نحكيو على المهرجان الوطني لمسرح الهويت بقربة، مازال ما تمش تحديد الدوره هذه الدوره 44 لظروف خارج على نطاقها، مش نرجعوا نحكيو عليها باكثر التفاصيل، خليكم بيان برونشي معنا متواصلين بعد موجز